صحيت من النوم لقيت حالي بفكر في شيء إيجابي. عبد جليل، أنت اليوم لازم تضع بصمة إيجابية في حياة الناس. لبست، تجهزت، وتعطرت كمان. العطر حلو. طيب أطلع من البيت بغير حظ، صار شكلي حلو، شايفين؟ حلو جدا، ما بتشموش العطر. المهم رتبت حالي، بعد كذا مشيت توكلت على الله، رحت الشارع، لأنه أنا إنسان واحد منكم أكيد من الطبقة المتوسطة أو ما دونها أو ما فوقها بناخذ علشان نوصل للمشوار نطلع تاكسي، مش عندي سيارة. في التاكسي لعي قصص غريبة عجيبة داخل التكاسي هذه. اتفقت مع الرجال وأنا مطلعش لغير متفق معه على الأجرة، ها ما أول شرط آخر نور، مش خايفين نخاف بعدين نتخبط بعدين في الأخير ونتضارب، أنا مسكين سلمي. اتفقت مع الرجال واتفقنا على المشوار وحددنا المكان وعرفه وتوكلت على الله، طلعت السيارة. أول ما طلعت السيارة كذا قدامي مباشرة في بوستر. هذا البوستر للأمانة كذا خلاني أبتسم من داخل قلبي ابتسامة عريضة جميلة. هذا البوستر لي بصمة فيه. ابتسمت للسايق كذا أقول له إحنا طلعنا معاك قبل كذا. شافني كم يا ركاب؟ قلت له لا أكيد نحن طلعنا معك. قال والله يا أخي أهلا وسهلا فيك. قلت له هذا دليل، وأشرت للبوستر اللي موجود. قال لي ها أنتم اللي فعلتم هذا البوستر، والله يا أخي أنا أذكر هذا اليوم جدا، ما نسيتوش مطلقا. أنا وصلتكم من شارع هايل إلى باب اليمن، يومها كانت الأجرة ب350، مش عارف إحنا زدنا عليه ولا زاد علينا ولا كانت منصفة. المهم جلست أتكلم معاه لأنه في فضول كبير جدا داخل نفسي. أنا بقول البوستر هذا يا ليت، لأنه داخله رسالة توعوية، أثر في الناس ما أثرش في الناس، تفاعلت مع الناس، أسئلة كثيرة جدا داخل نفسي حاب أعرفها، وجاء الوقت المناسب اللي أعرفها. سألت السائق، الناس بتتكلم معك حول هذا البوستر وتتناقش معك حول هذا البوستر؟ قال لي كل شوية وإحنا فيه. ولا تخاف، كل لحظة وإحنا فيه، أول ما يطلع الراكب كذا لا قدامه يعني. قلت له طيب اشرح لي، كلمني، حاب أعرف للأمانة، في فضول كثير جدا حاب أعرف هذا القصة. قلت له كلمني إيش فيه؟ قال لي يا أخي الناس أجناس، في ناس ها وفي ناس إيه وفي ناس بتدعمهم. دعمهم يعني الطنش، صنعاني بوح. المهم نفس السؤال، يا ليت جيب لي حاجة احكي لي، لأنه خفت يعني ناس بتدعمهم وبتطنش، معناته الرسالة هل بتوصل للناس ما بتوصلش للناس، جهد الناس، تعب الناس، البصمة اللي حابين نحطها في حياة الناس بتوصل ولا ما بتوصلش. قلت له يا أخي ولا حاجة يعني، قل لي في حد تأثر بالبوستر؟ قال لي أيوة، في واحد عندنا من الحارة، ولد شباب بيشتغل على موتور سيكل، دراجة نارية، موتور يا أخي سميها، عن بيدفع إيجارها 700 ريال في اليوم. أول ما طلع معايا على التاكسي وشاف للبوستر أو البوست الملصق التوعوي هذا، قال يا رجال ما عجبوش البوستر أكيد، مش داخل في راسي. قال قلت له تعال شوية خلينا نتكلم، يمكن يكون في حاجة حلوة تنفعك. أنت كم بتدفع أجرة الموتور اللي أنت بتشتغل عليه؟ قال 700 ريال. قال بتخزن ولا بتخزنش؟ قال بخزن. قعد باقي معانا له أقل حاجة بينسينا التعب والهم والنكد اللي عايشين فيه. قال كم بتخزن؟ قال أقل شيء ب1500 ريال. قال له يا صاحبي نحن بنتكلم عن 700 و1500 ريال، يعني 2100. لو أحسب لك بس حق القات، انسى حق الموتور، الموتور قد في طريقها. 1500 في الشهر يا سيدي بتطلع خلينا نقول 40,000. يا صاحبي تعال نتكلم شوية ويمكن تتغير حياتك، وأنت في الأخير الكاسب، واللي يجرب يا أخي ما بيخسرش حاجة، جرب. أنا فرحان بالكلام هذا اللي بيقوله السائق، في نقاش وفي حوار وفي رسالة إيجابية ممكن بتوصل للناس. ما حبيتش أقاطعه أبداً،
هو كان وصل عنده هنا وكمل. معناته لازم أتكلم أنا من جديد. قلت له ها كمل، إيش حصل؟ إيش جرى؟ الولد معروف معاه؟ قال أيوة من عندنا من الحارة. قلت له إيش اللي صار بعد كده؟ قال الولد سمع كلامي وفعلا جمعوا فلوسه ووفرها، لأنه باختصار بقول له لو حسبتها صح ممكن يا صاحبي شهر شهرين ثلاثة شهور يصير معك مترخص فيك، ويمكن توفر فلوس أكثر، ويمكن حالتك تتحسن. قال الولد سمع الكلام ولقط الفلوس وبطل وأصبح عنده حياة حلوة جدا. هذا الولد بيقول لي يا صاحبي كلها شهرين ثلاثة شهور صار عنده موتر خاص فيه. بالله عليكم شيء رائع ولا لا؟ رسالة إيجابية ولا لا؟ قلت له ها إيش عاد؟ قال شهر شهرين وكمل باقي الدين اللي كان عليه من حق المتر. يا سلام حلو، حب أعرف، حب أسمع أكثر. قال لي شهر شهرين ثلاثة شهور، والله يا صاحبي بيتكلم كذا أتاق، أنا جالس أسمع وأنكي القصة سمعتها. قال اشترى لهم غسالة واشترى لهم ثلاجة، الولد بيعول أسرة كبيرة مكونة من 14 شخص مع الأب والأم. شايفين الحالة كيف بدأت تتغير؟ حلو. أنا الأمانة كنت مكتفي بالكلام، السعادة مالية قلبي وفرحان، واليوم بالنسبة لي حتى لو ما اشتغلت خلاص وصلت. قال لي أبشرك، اشتديت أنا، لا أبشرك هذه معناته حاجة قوية جاية. قال لي الولد خطوبته بكرة، حيخطب بكرة، اشترى متر غسالة وثلاجة وأربعة عشر إنسان بيصرف عليه، وفر فلوسه صح، بكرة حيخطب، حيبني حياة جديدة. سعادتي وفرحتي لأنه أنا لي بصمة في هذا البوست اللي أثر في حياة هذا الشاب، لي دور في هذا الملصق اللي أثر في حياة هذا الشاب. حابين نعرف إيش البوست؟ نعرف هذا البوست. البوست اسمه احسبها تكسبها. احسبها إيش واكسب إيش؟ إحنا بنقول يا صاحبي لو خزنت وشربت ماء واشتريت دخان بس بألف ريال، الألف ريال يا صاحبي بتكون عندك في الشهر 30,000. حتقول لي 30,000 بسيطة قليلة، إيش عاد نسوي فيها؟ إيش ممكن تصلح 30,000؟ لا أنا أقول لك إيش ممكن نصلح 30,000. بـ30,000 يا صاحبي ممكن تشتري فيها حبة دجاج يوميا لأسرتك وأولادك وعيالك، ونقل فؤادك حيث شئت من الهوى، المشوي مشوي والمندي مندي والحنيذ حنيذ، ولا تبخل عليهم أبدا. يا سيدي عندك حساسية وعندك هرش وعندك حكة، والطباء قالوا لك ما تأكلش دجاج ولا تأكل زوجتك ولا عيالك ولا تخاف. 30,000 حلوة، حتجيب لك 15 كيلو لحمة، ونفس الشيء الغنمي غنمي والبقري بقري والعجل عجل. خلاص اللحمة مش عجباك يا صاحبي ولا يهمك، ممكن يا صاحبي أولادك اللي في المدرسة لو عندك بس 2 أو 3 ممكن تشتري لهم قرطاسية وشنط وحقائب، كل شهر تشتري لكل واحد فيهم رزمة كده، شنطة وكتب ودفاتر وأقلام وألوان بس بـ10,000 لكل واحد. حتكون 30,000 عرفت طريقها لـ3 أولاد شهريا وتخليهم ملوك. بـ30,000 ممكن يا صاحبي تروح أفضل وأفخر المعاهد وتدرس فيها لغة وتتعلم وتصير مثقف وإدوكيتد وتكون تخاطب العالم باللغة اللي أنت تحبها. بـ30,000 يا صاحبي ممكن نصلح فيها أشياء كثيرة وأشياء كثيرة جدا، ممكن ندخرها، ممكن نوفرها، ممكن نشتري فيها ملابس، ممكن نتعلم، ممكن نصنع أشياء كثيرة جدا.
يا صاحبي بقول لك بال30,000 ممكن تصلح فيها حاجة رومانسية جدا ورائعة جدا وغالية جدا، وحتسعدك وحتسعد بيتك وحتخلي حياتك رائعة جدا. حاب تخليك فيها مجنون ليلى؟ طب روميو وتخلي اللي عندك في البيت جوليت؟ طب ولا يهمك، هاتوا لي اسم يمني على أساس ما نجيبش أسماء من برا. بال30,000 يا صاحبي ممكن تشتري فيها أحلى فستان وتفاجئ فيه شريكة حياتك عندك في البيت. بال30,000 الشاب غير حياته بس لأنه وفر حق التخزير، تغيرت حياته وصارت أفضل. فكروا معايا بجد، إحنا ممكن نضحك وممكن نبكي وممكن نفكر كمان. اللي تغير حياته الشاب كان يخزن ب1,000، في ناس بتخزن ب2,000، وفي ناس ب3، وفي ناس ب4، في ناس ب10,000، وفي ناس يمكن بالدولار. إحنا حسبنا الألف وكانت 30,000، بس لو حسبنا $100 ممكن تطلع مبلغ كبير جدا، واقتصادنا وحياتنا حيكون أكثر. هذه الحملة نفذوها الشباب يعملوا في مؤسسة اسمها إرادة لوطن بلاقات. بقول حاجة من قلبي، أنا مش وكل الناس اللي بتعمل في التوعية لا حنحارب ولا حنجابه ولا حنواجه ولا حنواجه، ولسنا ضد القات مطلقا. إحنا بنجيب نصيحة ولي توصل ونفكر فيها. بقول لك لو أنت أب ومخزن ورجعت للبيت ودقيت الباب وما لقيت أولادك الصغار يتسابقوا وبيجروا عليك وكأنهم عصافير، هذا بيتعلق فيك وهذا بيمسك فيك وهذا بينادى وبيقول بابا 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 منتظر، وأنت بعد القات مزاجك لا تحب حد ولا تحب حد ينكد عليك، مشكلة. ولدك منتظرك وأنت مش حاب يقابله. نراجع أنفسنا شوي، يا ليت. الأولاد الصغار نعمة، والمال نعمة، والحياة نعمة، وفي أشياء كثيرة جدا يمكن ما تكونش في مكانها الصحيح. لو كلامي عجبكم يا ليت تفكروا فيه، ولو فكرتم فيه وعجبكم يا ليت تطبقوه، ولو طبقتوه واستحسنتوه يا ليت تنقلوه لكل الناس اللي حواليكم.